الله. طيب على اي مقام يا ابو حسين؟ دخلني مع الشباب. لبي مقام الصبا. هلا وسهلا. يا مرحبا. ساعه مباركه. هلا تعال استريح. هلا والله. يلا الشيخ الغالي. هو اللي يرد على الجواب. ايوه الجواب. ايه ايش المقام؟ ايوه تعال تعال يا حمد تعال. ما شاء الله. الحمد لله على السلامه. نورت وشرفت. طبعا كنت متابع مع الشباب وكان منوم في المستشفى. السلام عليكم ورحمه الله. لكن الحمد لله طلع بالسلامه والعافيه والحمد لله على سلامتك. نورتنا. اي درجات؟ هلا هلا كيف الحال؟ شو اخباركم؟ هو شكله جاي يكرمكم. كيف صحتك؟ طيب الله يبارك فيك. الله يرضى عليك. كيف امورك؟ الله يحييك. شلونك؟ هو لا حضور في حضره ال يا حبيبي. استريح استريح. الساعه المباركه. يا سلام يا شباب. مرحبا. الحمد لله على السلامه. وبانك جيت وجلست. انا والله ما خبروني مفاجاه. انا احس بس زعيزعي. قلت مسكت على الطيب. فهمت؟ كيف صحتك الحين؟ طمن الشباب. طمن. الحمد لله فضل من الله. الله يسامحه مفلح ما قصر. عشاك مفلح في مطعم وجاب العيد فيك. ايه شكله بدار. مشكله عشاني ما رضى يتعشى وياي. بالله. ايه فواضح انه سافر يعني. مستقصد الموضوع. الله اعلم. الحين كيف صحتك امورك في السرير؟ ربي لك الحمد. فضل من الله. الحمد لله. الحمد لله. ما قصروا هني. جزاهم الله خير. فالشكر لله تعالى ثم وزارة الصحة هني ما قصرت. جزاهم الله خير. تستاهل يا حمد. الحمد لله على سلامتك. الله يبارك فيك يا شباب. طيب خلنا بما ان حمد منورنا بعد نسمع من ابو حسين. انا مشتاق صراحه المولات والمجسات. انا ادخل معها عادي.